بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هنكمل محاضرتنا في السيل ستراكشر اند فانكشن. النهارده هنتكلم على سيلولار أورجانيلز. سيلولار أورجانيلز، first item in cellular organelles is nucleus. Nucleus is composed of nuclear envelope. Nuclear envelope contains chromatin. Chromatin is adenine and protein. These white threads are the chromatin. Second, the nucleolus. Nucleolus contains ribosomal subunit and genomic DNA that produce ribosomal RNA. Nucleoplasm. The fluid inside the nucleus is called nucleoplasm. So the nucleoplasm is that fluid, the semi-fluid medium inside the nucleus, and it is called nucleoplasm. Outside the nucleus is called cytoplasm. So structure of the nucleus: chromatin, DNA, and protein. Nucleolus, chromatin and ribosomal subunit. Nucleoplasm, semi-fluid medium inside the nucleus. Nuclear envelope, double membrane with pores. يبقى أنا عندي النواة تتكون من غشاء مزدوج، ولما نقول غشاء معناه إنه فوسفوليبيد باي لير، يحتوي على كروماتين. كروماتين هي مادة جينية اللي أثناء الانقسام بتعمل لي شكل كروموزوم، والكروماتين ده بيبقى لافف على بروتين، عشان كده بنقول كروماتين عبارة عن دي إن إيه وبروتين. نيوكليولس هو النواية، ودي موجودة جوه الخلية، ودي اللي بيتم تصنيع الريبوزوم الار ان ايه فيها. نيوكليوبلازم هو السائل او النصف سائل سيمي فلويد ميديوم اللي موجود جوه النيوكليوس. ونميزه عن سائل سيتوبلازم، يبقى اي سائل بره الخليه هو اسمه سائل سيتوبلازم، اي سائل جوه النواه بنسميه نيوكليوبلازم. نيوكلير انفلوب ده غشاء النواه، ويبقى غشاء مزدوج من الممبرين. ما نقول الممبرين معناها فوسفوليبيد باي لير، وبيوجد فيه بورز. البورز دي عشان يخرج منها المسنجر ار ان اي او اي حاجه تدخل الخليه في صوره رسائل. This is the feature of the nucleus under electron microscope, and we can see the pores found in the nuclear membrane. If we enlarge the picture, we found these pores like this. This is a diagrammatic representation of the nuclear membrane, and as we see, this double membrane, this phospholipid bilayer, phospholipid bilayer, and this cross section in the pore. These are the pores found in the nuclear membrane. ده احنا لو بصينا هنا النيوكليوس تحت الالكترون مايكروسكوب هشوف هنا واضح نيوكليوس وفي الثقوب اللي موجوده فيها. لو كبرنا الجزء دوت هنلاقي البورز هنا واضحه وكتيره على نيوكليوس ميمبرين. لو كبرنا اكتر هلاقي ان نيوكليوس ميمبرين، او خدنا سكيم هنلاقي ان النيوكليوس ميمبرين بيتكون من اثنين ميمبرين، ده فوسفوليبيد بايلير وده فوسفوليبيد بايلير. وموجود عندي هنا بورز، وسطح البورز بيبقى من بره شكلها كده، هي في نفس الصورة بتاعت الالكترون مايكروسكوب. Function of the nucleus. Nucleus is a carrier of genetic material, which is DNA plus protein, meaning chromatin, governs the cell activity. Function of the nucleus: produce ribosomal RNA, which is part of ribosome structure. هي وظيفة النواة nucleus، وظيفتها انها بتحمل الماده الوراثيه، وهي اللي بتحكم كل الاكتيفيتيز، هي العقل المدبر للخليه، فبتكون بتحكم كل نشاطات داخل الخليه. عندنا النيوكليولس اللي هي داخل الخليه، ايه فوائدها؟ هي بتصنع لي الريبوزوم الار ان ايه اللي بيخش في تركيب الريبوزوم. Second organelle is the ribosome. Ribosome, we have talked a lot in the previous lectures about the ribosome. We just give a brief note. Ribosome, protein synthesis occur at tiny organelles called ribosomes. Ribosomes are composed of large subunit and small subunit. Ribosome can be found either free in the cytoplasm or attached to the endoplasmic reticulum. If it is found in free in the cytoplasm, it might be single or grouped
This group usually called polyribosome. Ribosome, ribosome احنا قلنا قبل كده ان هو ماكينة تصنيع البروتين، وده بيتكون من قطعتين، قطعة كبيرة بنسميها large subunit وقطعة صغيرة بنسميها small subunit. الرايبوزوم بيبقى موجود اما فري في السيتوبلازم او بيبقى موجود اتاتشد او موجود بيبقى حر في السيتوبلازم او موجود ملتصق في الاندوبلازميك ريتيكولم. زي ما احنا شايفين كده النقط الحمراء دي هي الرايبوزوم موجوده على الاندوبلازميك ريتيكولم، زي ما احنا شايفين السموز اندوبلازميك ريتيكولم ما عليهاش اي رايبوزوم، عشان كده سميناها الشبكه الاندوبلازميه الناعمه الخشنه عشان عليها رايبوزوم. الفري رايبوزوم دوت اللي موجود حر في السيتوبلازم ده ملتصق للاندوبلازميك ريتيكولم اللي هو الاتاتشد، لكن الفري ده حر في السيتوبلازم، يا اما بيبقى موجود سنجل زي ما احنا شايفينه دوت كده لوحده، او جروب بتبقى او اسمها بولي رايبوزوم بتبقى راكبه على المسنجر ار ان، زي ما شايفين كده المسنجر ار ان يكون عليه اكثر من رايبوزوم فبيديله شكل الايه؟ الرايبوزوم، شكل البولي رايبوزوم. اندو ممبرين سيستم. The اندو ممبرين سيستم consists of nuclear envelope, endoplasmic reticulum, Golgi apparatus, lysosomes, vesicle. يبقى عند الاندوممبرين بيكون من خمس حاجات: nuclear envelope غشاء النواة واحنا لسه متكلمين عنه، الاندوبلازميك ريتيكولم سواء السموز او الرف، Golgi apparatus او Golgi apparatus، عندنا lysosome دي تحتوي على انزيمات الهضمة، وعندنا الفيزيكل تحتوي على اي حاجة. Second item after nuclear membrane is endoplasmic reticulum. There are two types of endoplasmic reticulum. Rough endoplasmic reticulum. It is rough because ribosomes are attached to its wall. Smooth endoplasmic reticulum. It is smooth because no ribosome is attached to it. عندنا نوعين من endoplasmic reticulum. الشبكة الاندوبلازمية، عندنا الشبكة الاندوبلازمية خشنة، وهي خشنة عشان النقط الحمراء دي هي عبارة عن رايبوزومز اتاتشد لجدارها. هنلاقي الشبكة الاندوبلازمية الناعمة اسمها سموز عشان خاطر ما فيش رايبوزوم متصلة بيها. Rough endoplasmic reticulum has attached ribosomes but smooth endoplasmic reticulum does not. Rough endoplasmic reticulum appear to be flattened saccules, while smooth endoplasmic reticulum are network of interconnected tubules. Proteins are made at ribosome, move into lumen of the endomembrane system, and eventually is packaged in a transport vesicle for distribution inside the cell. يبقى زي ما قلنا عندنا نوعين من الاندوبلازميك ريتيكولم، عندنا الشبكه الاندوبلازميه الخشنه باللي هي فلاتند مفلطحه، بينما الشبكه الاندوبلازميه الناعمه باللي هي عباره عن شبكه متشابكه من تيبيولز من انابيب زي ما احنا شايفين، زي ما شايفين هنا مفلطحه لكن هنا في صوره انابيب. عندنا بروتين زي ما احنا شايفين ادي الرايبوزوم ملتصق في سطح الاندوبلازميك ريتيكولم، وعندي زي ما احنا شايفين في بور هنا او تشانل يقف عندها الرايبوزوم، واول ما يطلع البروتين اللي بيصنع من الرايبوزوم يدخل جوه اليومن او التجويف بتاع الاندوبلازميك ريتيكولم. بعد كده بيتلم البروتين دوت ويتعبى في فيزيكل في حوصله، الحوصله دي لما تنفصل كده بنسميها ترانسبورت فيزيكل او حوصله ناقله. Function of endoplasmic reticulum. ايه وظيفة الاندوبلازميك ريتيكولم؟ عندنا رف اندوبلازميك ريتيكولم. بروتين produced by the ribosome is packaged into the endoplasmic reticulum. And endoplasmic reticulum prepares this protein for export. Smooth endoplasmic reticulum has three function, main functions. Lipid synthesis, so protein is produced in rough endoplasmic reticulum, but lipids synthesized inside the smooth endoplasmic reticulum. Drug detoxification, smooth endoplasmic reticulum is responsible for detoxifying of toxic drugs. Transport of protein from rough endoplasmic reticulum, some of the protein in the endoplasmic reticulum escape to the
smooth endoplasmic reticulum and packaged in vesicle and exported to other organelles. يبقى أنا عندي الشبكة الإندوبلازمية الخشنة وظيفتها إن بيحصل تصنيع البروتين لما الريبوزوم يقف عليها يبتدي يحصل سينسيز للبروتين. البروتين اللي بيصنع بيخش جاليومن تبتدي تعمل اكسبورت عشان يروح للجولجي أبريتس على سبيل المثال. بينما الشبكة الإندوبلازمية الناعمة هي مسؤولة عن صناعة الدهون ومسؤولية كبرى إنها بتعمل إزالة سمية أي مادة سامة تخش الجسم. عندنا الوظيفة الثالثة أي بروتين بيجي لها زي ما احنا شايفين هنا متصلة مع الرف اندوبلازمك ريتيكولم ممكن البروتينات اللي بتصنع جواها تروح للسموز اندوبلازمك ريتيكولم ويحصل انها تبقى في صورة فاكيول والفاكيول دي تتبعت في أي حتة يبقى ترانسبورت بروتين فروم رف اندوبلازمك ريتيكولم. ثيرد ايتم جولجي أباريتس. ذا فيرست جولجي أباريتس is first described by كاميلو جولجي in 1898. The Golgi apparatus consists of a stack of curved saccule, works closely with endoplasmic reticulum to secrete protein. So, endoplasmic Golgi apparatus receives the protein produced in transport vesicle sent it from endoplasmic reticulum. تالت ايتم عندي هو جهاز جولجي. جهاز جولجي اول ما اكتشفه كاميلو جولجي وتسمى على اسمه. الجهاز ده بيكون من رصه زي ما احنا شايفين ورا بعضها من ساكيول. ساكيول ده ساك يعني شنطه، ساكيول تصغير شنطه، شنط مترصه ورا بعضها. دي بتعمل بتشتغل الجولجي ابريتس بتشتغل سايد باي سايد جانب الى جانب مع الاندوبلازميك ريتيكولم. بيجي لها الفاكيولز من الاندوبلازميك ريتيكولم وتبتدي تعمل شغل زي ما هنشوف في السلايد الجاي. هنا زي ما احنا شايفين ادي الاندوبلازميك ريتيكولم بتصنع بيحصل فيها تصنيع البروتين تعبيه في ترانسبورت فيزيكال توصل للجولجي أباريتس. الجولجي أباريتس تبتدي تعمل تحويرات للبروتين او الليبيد اللي وصلها هنا وتبتدي اما تحصل له سكريشن مباشره او لو صنعت لايسوزوم بيبتدي الاسوزوم ده يتحد مع لو حاجه داخله بالفاجوسيتوزيس يبتدي تتحد معاها مع الفاجوسوم ويبتدي يحصل دايجيشن وتبقى تديني سكندري فاجوسوم. What is the function of Golgi apparatus? Golgi apparatus have three distinct functions: receiving side, modifying side, shaping side. Receiving side, it receives protein in transport vesicle from endoplasmic reticulum. Golgi apparatus modifies protein into final shape, also add sugar for protein and lipid, and form glycolipid or glycoproteins. Source and label proteins for proper export. Shaping side packages and send protein to cell membrane for export or to other parts of the cell. Packages digestive enzyme in lysosomes. ايه وظيفة الجولجي أباريتس؟ ليها ثلاث وظائف: استقبال، تحوير، بعد كده إرسال. في الاستقبال بتستقبل البروتين اللي جاي من إندوبلازمك ريتيكولوم اللي جاي في الترانسبورت فيزيكال. بعد ما تستقبله تبتدي تاخد البروتين دوت أو الليبيد وتعمله بعض التحويرات وتديله الفاينل شيب الشكل النهائي. على سبيل المثال ممكن تضيف للبروتين شوجر فيبقى جلايكوليبيد أو تضيف له كبريت يبقى سلفوليبيد او تضيف له فوسفور يبقى فوسفوليبيد. على سبيل المثال برضو الليبيد ممكن يضاف اليها كربوهيدرات فتبقى جلايكوليبيد. سورت يعني تصنف كل نوع من انواع البروتين اللي حصل له موديفيكيشن وتعمل له ليبل. الليبل ده يعني تدي له علامه، العلامه دي بتبقى كاشاره توديه شوف هو هيروح فين، سواء يتفرز بره الخليه او يبقى جوه الخليه، واي مكان جوه الخليه يروح من خلال الليبل دوت العلامه اللي عليه او الكود اللي عليه. شيبنج بيحصل اول حاجه باكجنج، بيتعبى كل الحاجات اللي حصلها موديفيكيشن دي في فيزيكال، في ترانسبورت فيزيكال. ترانسبورت فيزيكال دي لو هو بروتين هيحصل له سكريشن بيبتدي يروح على السيل ميمبرين ويعمل فيوجن ويبتدي يفرز الحاجات دي بره. لو مش هيحصل له سكريشن بيبتدي يروح لاي مكان للخليه على حسب الليبل اللي اتحط على البروتين. لو البروتينات اللي محطوطه جوه الفيزيكال دي كلها انزيمات
ساعتها بنسمي الحوصلة دي الفيزيكال ديت بنسميها لايسوزوم. يبقى so the fourth item is lysosomes. Lyso means dissolution or lysis. Soma means body. Structure of lysosome. It is a membranous sac containing hydrolytic enzyme. Hydrolytic means splitting of water. As we see, this is the lysosome and containing many different enzymes. Lysosomes يعني الحوصلة التي تحتوي على انزيمات هاضمة، ودي بيبقى فيها كمية مهولة من الهيدروليتيك انزيم أو الانزيمات الهاضمة، وبيبقى الجدار بتاعها هنا فوسفوليبيد بايلير يعني زي تركيب البلازما ممبرين. Lysosome physically released from Golgi apparatus containing at least 40 different digestive enzymes which can break down carbohydrates, protein, lipid and nucleic acid. يبقى عندي اللايسوزوم دي هي عبارة عن فيزيكال ريليز من جولجي، بتطلع من الجولجي، بس بنسميها مخصوص لايسوزوم لأن محتوى أي فيزيكال سواء لايسوزوم حتى ممكن تسمى فيزيكال، لكن عشان نميز بين أي فيزيكال وأي فيزيكال مليانة إنزيمات هاضمة سميناها لايسوزومز، وبتحتوي من 40 ل 60 دايجستيف إنزيم، إنزيمات هاضمة تهضم كل شيء سواء كان كربوهيدرات أو بروتين أو ليبيدز أو نيوكليك أسيد. Optimum pH for enzyme is about 5. درجة الأس الهيدروجيني هو بيبقى 5 يعني أسيديك. Found in animal cells موجودة في الخلية الحيوانية. What is the functions of lysosome? Destruction of foreign material, bacteria, virus and all the damaged cell component. بتعمل destruction تدمير لأي بكتيريا تخش لما يحصل فاجوسيتوزيس لبكتيريا أو فيروس. يحصل فيوجن لللايسوزوم والفاجوسوم عشان خاطر تهدم الحاجة الغريبة ديت، أو ممكن حتى من نفس الجسم دامج سيلز بقايا خلية مدمرة تبلعها تعملها فاجوسيتوزيس وتهدمها عشان ما تأذيش الجسم. After cell dies lysosomal membrane break down causing rapid self destruction or apoptosis. يعني apoptosis تعريفه إيه؟ apoptosis يعني موت الخلية المبرمج. Cell self destruction أو autodestruction أو apoptosis يعني الخلية بعد ما تموت اللايسوزوم اللي موجودة والخلية دي تنفجر، فيحصل الإنزيمات اللي موجودة بتطلع في السيتوبلازم بتبتدي تهدم السيتوبلازم، يعني الكائن كله يهضم بعد وفاته أو حتى على مستوى خلية جوه الجسم أو كائن لسه عايش. Digestion of good particles taken by the cell. لو عندنا زي ما شفنا في المحاضرة اللي فاتت الفاجوسيتوزيس بياخد حاجة كبيرة سواء الحاجة كبيرة كانت قطعة بروتين أو جزء من خلية أو بكتيريا فيبتدي يعمل لها digestion. Also it is important during development for example tadpole and finger of human embryo. احنا عارفين التادبول اللي هو أبو دنيبة ده المرحلة الأولية اللي الضفدعة، والتادبول ده بيبقى له ذيل، الذيل ده مفيش ضفدعة ناضجة بيبقى لها ذيل، فيبتدي حوالين الذيل ده يحصل أبوبتوز الخلايا والتخلص من الذيل دوت. في الهيومن امبريو الجنين الإنسان بيبقى له ويب في صوابعه، يبقى له غشاء بين صوابعه زي البطة كده زي الطيور طائر البط أو الوز، فيبتدي يحصل بالأبوبتوزز يحصل تآكل للخلايا اللي موجودة ديت، بيحصل لها أبوبتوزز موت مبرمج بحيث يخلص منه من غير ما يأذي الفينجرز. This is the track of the endomembrane system. Vesicle from endoplasmic reticulum here bring protein and lipids and to the Golgi apparatus. So travel enter fuse with the Golgi apparatus. Golgi apparatus make many modification in that protein or lipids and then package it into vesicle. So vesicles secretion occurs when vesicles fuse with the plasma membrane. Lysosome will made at Golgi apparatus digest macromolecules after fusing with incoming vesicle. يبقى احنا زي ما احنا شايفين هنا على الرسمه اي فيزيكل جايه طالعه من الترافلنج فيزيكل طالعه من الاندوبلازميك ريتيكولم تتحد مع Golgi apparatus يحصل لها موديفيكيشن تحويلات تبتدي تخرج لويه هتطلع تعمل سيكليه بروتين عادي يحصل لها سكريشن من خلال السيل ميمبرين او تفضل جوه الخليه على حسب الليبل او العلامه اللي جايه لها. لو هي عباره عن انزيمات هنسميها لايسوزوم،
زي ما احنا شايفين في شكلها العادي ما تفرقش عنها عن الفيزيكال، لكن المحتوى هنا يختلف عن هنا. هنا مليانه انزيمات 40 ل 60 40 ل 50 انزيم هاضم، لو جت حاجه حصلها فاجوسيتوزز لبكتيريا لبروتين لفيروس لاي شيء، تبتدي اللايسوزوم ده تتحد مع الفاجوسوم ديت ويديني سكند اللايسوزوم، يبتدي الانزيمات الهضيمه دي تهضم الحاجات دي، بعد كده يحصل لها ديفيوجن من السيل ميمبرين ده من البلازما ميمبرين جوه السيتوبلازم، يستفيد من تركيبه ايه الخليه. انرجي ريليتد اورجانيلز، وي هاف تو انرجي ريليتد اورجانيلز of eukaryotes which are chloroplast and mitochondria. Both organelles build energy in the form of ATP. عندنا العضيات التي لها علاقة بإنتاج الطاقة، عندنا نوعين في الايكاريوت في الكائنات حقيقي النواة، البروكاريوت هي البكتيريا وما شابه، النواة ملهاش غشاء، ايكاريوت الكائنات اللي ليها غشاء نواة ولها غشاء نواة. يبقى فيها كلوروبلاست اللي هي البلاستيدة الخضراء وفيها ميتوكوندريا. البلاستيدة الخضراء بتصنع الجلوكوز انها بتعمل كابشر للطاقة الشمسية، وبتستفيد بالطاقة دي انها تتحد الكربون دايوكسيد مع الووتر في تفاعل كبير وتكون جلوكوز. الميتوكوندريا تاخد الجلوكوز ده تكسره وتحوله الى ATP عشان ده الطاقة. Both organelles build energy in the form of ATP. ميتوكوندريا ده The fifth item is mitochondria. Mitochondria are found in plant and animal cells. Singular is mitochondria, called the powerhouse of the cell, converts chemical energy of glucose into chemical energy of ATP. Mitochondria use oxygen and release carbon dioxide and water, so cellular respiration occurs in the mitochondria. As we see, mitochondria is bounded by double membrane. The inner membrane is folded to form shelves or cristae. This is the cristae, shelves or cristae. The cristae project into the matrix. As you see, project inside the matrix, not outside like this. Into the matrix. The blue color is the matrix. The matrix found in the inner space in the gel-like fluid. خامس حاجة في الاند ميمبرين سيستم هي الميتوكوندريا. الميتوكوندريا موجودة في البلانت والانيمال سيل. السنجلر المفرد بتاعها ميتوكوندريوم، وهي عبارة عن بيت الطاقة للخلية. الميتوكوندريا بتحول الكيميكال انرجي طاقة كيميائية في صورة جلوكوز لطاقة كيميائية أخرى في صورة ATP. عندنا التنفس الخلوي بيحدث في الميتوكوندريا. Cellular respiration occurs in the mitochondria. ليه؟ لأن الميتوكوندريا بتاخد الأكسجين اللي احنا بنعمله شهيق، بتاخده وتفاعله مع الجلوكوز فبيطلع لي كربون دايوكسيد ووتر وبيطلع لي ATP، فالتنفس هو بيحصل في الميتوكوندريا. فالتنفس الخلوي يعني التنفس ما بيحصلش في الرئة، الرئة بيحصل شهيق وزفير وتبادل غازات، لكن التنفس الحقيقي التنفس معناه تكسير الجلوكوز وإنتاج طاقة، وهذا لا يحدث إلا داخل الخلية. فين مكان بالظبط؟ هو في الميتوكوندريا. الميتوكوندريا زي ما احنا شايفين ليها دبل ميمبرين، ليها غشائين، غشاء خارجي وده بيبقى سموز ما فيهوش اي تجاعيد، وعندي الغشاء الداخلي بيبقى فولدد يعني فيه ثنايات وبيعمل ارفف. الرف ده بنسميه كريستي. كريستي بروجكت تو انسايد ذا ماتريكس، بتتجه لداخل الماتريكس. الماتريكس ده بتبقى عباره عن جيل لايك فلويد، يعني ماده سيمي فلويد. Is the structure of the mitochondria under electron microscope and this another representation, diagrammatic representation of the mitochondrion. The matrix contains enzymes that break down glucose product. So matrix موجود هنا هو اللي بيكسر الجلوكوز للبرودكت بتاعته زي ما هنشوف في المحاضرات الجاية. Cristae contain protein complex that produce ATP. بعد كده تاخد الكريستي انزيمات اللي لا موجودة على الكريستي ديت، تبتدي تاخد المادة اللي اتكسرت في الماتريكس تبتدي تحولها في النهاية إلى ATP. ايه الفانكشن بتاعت الميتوكوندريا؟ كابشر انرجي فروم اورجانيك مولكيولز بروديوسينج اي تي بي. سيلور ريسبيريشن كربوهيدرات بلس اوكسجين بروديوس اي تي بي كربون دوكسيد بلس ووتر. This is a summary of the structure we have described in this section. Plasma membrane, nucleus, nucleus, ribosomes, endoplasmic reticulum,
either rough or smooth is the composition, and these are the function in the same and is continued in this table. يبقى عندنا ده الاثنين تيبل دول بيشرحوا لي ملخص الحاجات اللي احنا درسناها، وريلي التركيب وريلي الفانكشن في الجدول الاولاني هذا او في الجدول الثاني هذا. شكرا، والى محاضرة قادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.